ضيف حلقة تحت الضغط لهذا اليوم هو الفيلم المغربي المغضوب عليهم لمخرجي محسن البصري لأثار الكثير من الجدل خلال العرض دياله. لتحليل هذا الفيلم غادي يكون معنا ثلاثة ديال المختصين باش يختبروا المغضوب عليهم. لمياء بحر الدين صحفية مستقلة. مساء الخير، اليوم غادي تحدثوا على فيلم المغضوب عليهم ديال محسن البصري. دريس كسيك الصحفي ومؤلف. سالو. وأخيرا مختار أيت عمر ناقد سينمائي. السلام عليكم. فكرة الفيلم كتقوم على جدلية الحياة والفن من خلال عرض مسرحي لم يكتب له الاكتمال، إلى جانب كونه يعالج المنع والتحريم لكي يهدد حرية التعبير الفني. قصة فيلم المغضوب عليهم ديال محسن البصري هي قصة جيدة ورائعة طبعا، فيها إشارات وفيها رسائل قوية، هي لماحة، قصة متناولة بواحد الذكاء وبعيدة على الكليشيهات. لو سيناريو دو ميكريون a deux points forts. Un, c'est que ça rebondit, on ne s'attend pas à une évolution et elle arrive. Deux, c'est qu'il y a une force de personnage et cela donne une capacité d'interaction dans l'évolution dramatique. Et ça, c'est fondamental dans la force d'un scénario. مغضوب عليهم محسن البصري مبني على فكرة تكاد تكون معروفة، فكرة اختطاف ومجموعة من الإرهابيين، غير أن سيناريو محبوك يجعل منه عملا متميزا. سيناريو إذن كسمو تحت الضغط وكيحصد على 5 ديال النجوم. أراد مخرج الفيلم أنه يقدم بطريقة ضمنية مفهوم الإسلام المعتدل عن طريق تحفيز المشاهد على التفكير والتفاعل مع مشاهد الفيلم. Sur la réalisation, personnellement, j'ai aimé le fait d'être en même temps dans le road movie et dans le huis clos. Le fait d'être dans le road movie nous a amené vers quelque chose de mystérieux et vers quelque chose d'angoissant. Et le fait d'être dans le huis clos a renforcé l'angoisse avec un changement d'angle à partir d'un même lieu qui est clos. Et ça, c'était pas gagné d'avance. المخرج محسن البصري توفق بشكل كبير في إخراج ديال الفيلم، في اختيارات الموسيقية اللي دار، في التحدي ديال الفضاء المغلق اللي كتفاعل فيه وتيرة الأحداث وكتفاعل فيه الشخصيات وكتعطي ما يخلف الصدمة عند الجمهور، لأن القصة جميلة جدا والطريقة اللي تخدمت بها كتعبر على الإيمان بالقضية وبرسالة ديال الفيلم. يبدو أن محسن البصري يتوفر على قدرات إخراجية عالية، وبذلك استطاع أن يحول هذا السيناريو الذي يدور في فضاء مغلق إلى عمل متميز، استطاع من خلاله أن يقدم بالطبع نماذج إنسانية، نماذج بشرية تفاعلت فيما بينها ضمن هذا الفضاء المغلق، وهذه المسألة ليست بيسيرة بالنسبة لجميع المخرجين. الإخراج إذن بدوره كسمود كذلك تحت الضغط وكيحصد على 5 ديال النجوم. تم تصوير الفيلم في غياب ميزانية حقيقية، ولولا تضافر جهود الممثلين والتقنيين وإيمانهم بفكرة الفيلم ما كانش هاد العمل غادي يخرج للوجود. بالطبع اللي تيجعل فيلم أنه يتميز أيضا هو وجود ممثلين أكفاء، يعني ممثلين شباب، 8 ديال الممثلين تقريبا، يعني استطاعوا يحركوا الفضاء المغلق ويجعلوه فضاء حي تتفاعل فيه الشخصيات وتعبر عن أحاسيسها ومشاعرها، وبالتالي عمل الممثلين أضاف يعني قوة جديدة لهذا الفيلم الذي نعتبره فيلما متميزا. Dans Les Mécréants, on est affaire à une troupe de théâtre. Il est très important d'avoir des comédiens qui viennent du théâtre pour jouer. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a une bonne direction d'acteurs. Et dans les messages forts qui contiennent ce film, bien plus que le travail des acteurs qui interprètent les personnages, et croient en l'idée du travail, et croient que l'intérêt du film et l'intérêt de la vie est plus grand que toute différence. التمثيل إذن كيحصل على 4 ديال النجوم.